ونجم الهداف الجلاد ببراعة كبيرة من فلاديمير حارس في تلك المباراة. الركلة الركنية الأولى للعميد، العرضية من كورنادو، هكذا تكون البدايات. وعن طريق من؟ عن طريق حمد الله، فرحة الاتحاديين، الظهور الأول في الجوهرة. يأتي الإشعاع، الإشعاع الاتحادي في الجوهرة المشعة. لكن على طول أحمد حجازي أول بأول لتصل باتجاه عبد الرزاق حمد الله. كورنادو يلعب، لا 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 لا. شوف طارق، شوف طارق، ما شاء الله ما شاء الله. كرة بتصل إلى عبد الرزاق حمد الله، حمد الله بيتقدم. الله إلى هندركوس. الكرة بتصل إلى الأمام، مرتدات. شوف التحولات، شوف السرعات، شوف السرعات. الكرة إلى حمد الله، عبد الرزاق لعب على لعب مررها روما. الله نونو يتفوق بهدف دونالد. المرتدات، التحولات، استلم حمد الله. دوغلاس خلصها وكاد الفرق التي تقابل الاتحاد. الكرة ملعوبة إلى حمد الله، حمد الله تقدم، حمد الله ممكن يمرر، لا فضل أن يعود إلى طارق حامد. كرة ملعوبة على طول، حكم المباراة يعطي استمرارية. حمد التسديد، كورنادو، عرضية باتجاه حمد الله، حمد الله لا زالت، عبد الرزاق استلم ودور. لا 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 لا. يا مجنون، ظهر الجوهرة في الجوهرة، ظهر الجوهرة. حمد العبدان سيكون اللاعب القادم. شوف لقطة حمد الله، هنا لقطة تسجيل هدف. كرة العبود مر، الاتحاد سيستعرض. حمد الله بيتقدم بمر، يلعب لاعب. الله عليك، لا 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 لا. أي مهاجم عائد بمثل هذه القوة. الاتحاد يفرد عضلاته بعد هدف حمد الله الثاني. شوف حمد الله والتحرك والتمرير.